الأخ اللي بيقول توضيح الإعجاز في الآية الكريمة ألم ترى بالياء، أنا أرى إن أفضل إعجاز أن تتعلم اللغة وأن تعلم أن اللام تجزم الفعل المضارع، وعلامة الجزم تقوم مطير الياء دي تضربها كده ما تلاقيش لها وجود، يبقى ألم ترى أن الله مد الظل. راجع هذه الآية في سورة الفرقان، راجع في سورة الفرقان وإن شاء الله يكون فيها خير. إذا نوي صلاة الفريضة خلف من يصلي نافلة ودخلت معه في الركوع فليصح؟ أي نعم. ابن القطان وكذلك ابن المنذر نقل الإجماع على جواز أن يصلي المقترض خلف المتنفل والعكس، ويدل على ذلك حديث معاذ كنت أصلي العشاء الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصلي بعد ذلك في مسجد قومي، حديث الرجل الذي خرج من صلاته معاذ بن جبل صلى بهم بصورة البقرة في صلاة العشاء، صورة البقرة كلها بحل، والبدء والصعاب كان صغير وجاي من الشغل تعبان، فلما يركب بعد ربعين ثلاثة أربعة طول بقى، فراح راجع لورا وراح مصلي لوحده، راح ماشي وراح مصلي لوحده راح ماشي، فاتهم بالنفاق، اتهم بالنفاق فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه ما حدث، صلى بنا بسورة البقر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال، طبعا بقى الحتة دي بقى الناس كلها حافظينها، أفتان أنت يا معاذ من صلى منكم فليخفف فإن وراءكم ها المريضة والكبيرة وذا الحاجة. طبعا الناس كلها حافظة الحتة دي بس مش حافظة ليه السياق بتاعها. فيجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس.